أهلا وسهلا بكم. في عهد الدولة العباسية انتشرت رقعة الدولة الإسلامية، مما جعل الكثير من الأعاجم دخلوا إلى الإسلام، وهذا جعل تحديا كبيرا على مدرسي اللغة العربية، مما دفعهم إلى الإبداع في سبل التعليم. ومن هذه السبل الإبداعية التي ابتكرها المعلمون في ذلك الوقت هي المقامات، والمقامات هي فن إبداعي أخرجه للوجود بديع الزمان الهمداني، وهو فن يدمج بين الشعر والنثر في نصوص قصصية تعكس الواقع المحلي الذي كان يعاش في العاصمة بغداد. وهذه النصوص كانت تمتلئ بالقواعد النحوية واللغوية، وكان يسهل حفظها، وبناء عليه كانت تعلق في أذهان الطلبة، وثم يشرح الأستاذ على هذه النصوص القواعد النحوية والبلاغية. ممتاز ممتاز. أنا يلي لفتني صراحة الشيء الذي يطغى على الأداء يلي هو الثقافة يلي بتملكها، وهذا الشيء عم يخليك تستحضر المفردة طبعا، لأنه لما أنت عندك خلفية ثقافية قادر أنك تحكي بأي موضوع ما، بس بمجرد الواحد يذكر شغلة صغيرة أكيد بتلامس الحالة اللي أنت فيها هلأ أو الشيء اللي نحن طلبنا منك، فهذا أهم جدا. أكيد الأداء فيه متعة طبعا وبنشغل عليه طبعا، بس كمان الأهم هو الثقافة. شكرا، رائع جدا. هو فيه